اقدر اقول يعني، وله كل الاحترام والتقدير، كلمة قوية. فضيلة الامام تقدر تقول عليه النهاردة لا يعني قيمة هذا الرجل ومكانة هذا الرجل في هذه الكلمة. كل يعني كل المعاني اللي فضيلة الامام بيقولها للدنيا كلها، بيرد فيها على التكفيريين، بيرد فيها على طيور الظلام، بيرد فيها على اللي بيتكلموا على الكنايس، بيرد فيها على اللي بيحرموا مش عارف التهاني، بيرد فيها على كل واحد ما بيعرفش دينه. فضيلة الامام النهاردة رد على كل هؤلاء رد موجز سريع واضح ما فيهوش اي التباس. فكل التحية فضيلة الامام دكتور احمد طيب على هذا، على هذه الكلمة وعلى هذه الرسائل. اللي هذه الرسائل انا بقول لحضراتكم اهو، اوعى تقول لي فلان، انا بقول لك فضيلة الامام شيخ الازهر هو اللي بيتكلم، شيخ الازهر هو اللي بيقول مش حد تاني. اي حد تاني تاخد كلام فضيلة الامام ده تحطه في عينيه، فضيلة الامام اللي قال، مفيش حد اخر بعد فضيلة الامام قال الكلام. اسلام دين رسالة، نعم السنة النبوية الشريفة. مين اللي بيقول؟ فضيلة الامام، عشان ما حدش بعد كده نسمع صوت من اصوات الظالمين دول، اصوات اللي بيكفروا عيشة الناس، اللي بيضايقوا الناس طول الوقت. طب عايز حد فيهم يتكلم ويرد على فضيلة الامام؟ تعالوا نشوف فضيلة الامام ماذا قال. ومرة تانية بحيي فضيلة الامام دكتور احمد الطيب بجد، كلمة في التوقيت الصح. شكرا لك، تفضل.